هوية كركوك كردية وستبقى كردية. تتواصل الاستفزازات منذ عشرة أيام في مدينة كركوك الكردية العريقة، حيث قررت الجبهة المناهضة المعادية للكرد القيام بفعاليات وأنشطة مشتركة ضد عودة الديمقراطي الكردستاني وفتح مكاتبه في كركوك. فأقامت قوات من ميليشيات الحج الشعبي والعرب الشوفيني الوافدين إلى كركوك والتركمان ومثير شغب البكاكا وخونة الاتحاد الوطني الذين باعوا كركوك بأعمال شغب واحتجاجات. فبعد خيانة الاتحاد الوطني عام 17 عانت مدينة كركوك الكردية ظلما وجورا بلغ حتى فقدانها لهويتها الكردستانية. فبات من يحتل كركوك في 16 أكتوبر عام 17 هم أنفسهم من يعارضون اليوم عودة الديمقراطي الكردستاني. فخلال خيانة 16 أكتوبر كانت إيران وتركيا والعراق وخونة الداخل البكاكا والاتحاد الوطني يديرون المدينة من نفس المركز الذي أدار عملية احتلال المدينة. وبعد احتلال أعراق مدينة للكرد، وبينما كان قادة الاتحاد الوطني والبكاكا يحتفلون بهذا النصر في قصر دباشان، كان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وصناع القرار الأتراك يوقعون الاتفاقيات بصدد توسيع مخططهم الاحتلالي ليقضي عموما إقليم كردستان على خط شنغال زمال ضد زاخو ودوك وعلى خط كركوك ضد أربيل. وبدأ مشروع وغزو إقليم كردستان، وبدأ دول الاحتلال الثلاث وخونة الإقليم البكاكا والاتحاد بشن يعنف في هجماتهم الاحتلالية وبما أوتوا من قوة عسكرية. فكما قال أردوغان عن كوباني أيلة لسقوط وستسقط، فكذلك ابتهجت وسائل إعلام البكاكا وقالت بحماسة منقطعة النظير هولير أيلة لسقوط وستسقط. لكن الكرد المخلصين شرفاء وأبطال الوطن لم يدعوا فرحة الغزاة تكتمل، وهزمت جبهتهم على ضفاف نهر دجلة والزاب الصغير، وسطرت بشمركة كردستان ملحمة المقاومة الوطنية في سحيلة وبردي. وانهزم المحتلون وكلابهم المسعورة خائبين يجرون أذيال الهزيمة والعار هاربين أمام أسود الوطن. وما استفزازات اليوم للجبهة المعادية للكرد في كركوك إلا استمرارا لمسلسل خيانة 16 من أكتوبر. إن عودة الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك تعني نهاية خط 16 أكتوبر الخيانية، ولدراية البكاكا والاتحاد الوطني وإدراكهما حقيقة أن باب الخيانة سيغلق في وجههما يتحركان بسرعة البرق. فالديمقراطي الكردستاني يمثل الهوية والإرادة الوطنية للكرد في كركوك بشكل موضوعي، والبرزاني عرف بهوية الدولة القومية للكرد. لهذا كلما مر الزمن ازداد إصرار الديمقراطي الكردستاني على رفع علم كردستان وتمكين الهوية الوطنية للكرد والإرادة السياسية الكردستانية هناك. وهذه الهوية الوطنية للديمقراطي الكردستاني تثير الرعب في قلوب أعداء الكرد وكردستان، فإنما تواجد الخط الوطني الحقيقي انكسرت تعويذات الخطوط الخيانية الزائفة وانتهت بازارات الخيانة. إن عودة الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك يعني نهاية التعريف، يعني إيقاف مشروع التغيير الديمغرافي، يعني استعادة القيم الكردستانية وإعادة بناء الهوية العرقية للكرد في كركوك. فخونة الكرد وغزاة كردستان يخافون من هذه الهوية الشعبية الوطنية القومية للديمقراطي الكردستاني، وعندما أدركوا أنهم لا يستطيعون إيقاف هذه المسيرة شارعوا بإثارة الشغب في شوارع كركوك. خسرت البكاكا باكو كردستان أي كردستان تركيا عسكريا وسياسيا. حاول عبد الله أوجلان تقديم هذا الفشل والإخفاق كنموذج جديد في بازار السياسة وفق النظريات المختلفة. حاول أبو صهر الكردي في بوتقة دولة الاحتلال بأفكار تحررية، فحاول القضاء على مشاعر عداء الكرد تجاه الغزاة المحتلين ووضع الكرد في قفص المستعمرين وبإخلاص. بهذه الطريقة يحاول أبو فرض خيانته واستسلامه على عموم الكرد. رسم خط الخيانة والاستسلام كخط مبتكر في ترمينولوجيا السياسة، فسلخ القضية الوطنية من معانيها ودلالاتها وأهدافها وسمها بالمشكلة الديمقراطية. وانطلاقا من هذا المفهوم أهدأ أوجلان أرض الكرد ووطنهم للأتراك،
وفق مفاهيم ونظريات مضللة خادعة كالوطن المشترك. فأضفأوا جالان طابعا رسميا على احتلال كردستان من قبل المهاجرين الأتراك المحتلين وفق مفهوم الوطن المشترك. وجالان فرض علينا نحن الكرد أن نتقبل محتلي وطننا كإخوة لنا، وأن نقبل بأراضينا التي سلبت منا بالقوى كوطن مشترك. تفرض البكك مشروع الوطن المشترك هذا على جميع أنحاء كردستان. وما المشروع الذي تحاول تحقيقه في إقليم كردستان الآن إلا جزءا منه، أي أنها محاولة لإخضاع أرض الوطن الحر لهيمنة العرب. أعد أوجلان هذا المشروع وفق ضوء أخضر من صناع القرار الأتراك في إمرالي. وما تسمى بخطة أربيل هي مخطط لتعريب إقليم كردستان وتركمنته وجعل العرق الكردي أقل على أرضه ووطنه. وما توسلات أوجلان من الدولة التركية كما تظهرها فيديوهات إمرالي إلا لإحياء هذا المشروع. فيقول الآن يكره شعب بارزاني والطالباني، إذا قدمتم القليل من الدعم والمساعدة فسوف ندمر قوتهم. يجب أن تظل كلمات هذه سرية للغاية، وبقليل من توجيهكم وتعاونكم سنبني ديمقراطية في الجنوب في أربيل على غرار الديمقراطية الموجودة في تركيا. لن ندع البارزان يتنفس ما لم تتمكن تركيا من فعله خلال 10 أو 20 سنة، سنفعله مجانا. أقول إننا سنفعله، وهل هناك خدمة أكثر قيمة لتركيا من هذا؟ لكن المخطط الأوجلاني الخياني تجاه أربيل باء بالفشل، وباتت محاولات خنق أربيل في الفوضى والاضطرابات آمالا لم تتحقق للبكك. والآن تحاول البكك اختبار هذه المؤامرة في كركوك، فحشدت إلى جانبها الاتحاد الوطني وإيران وما جمع العرب الشوفينيين. هدفهم هو سلخ كركوك من هويتها العرقية الكردية، وتبذل جهود لإنشاء نظام إداري ضد الكرد تحصل فيه البكك على موطئ قدم. فالبكك تنظيم بلا هوية عرقية أو قومية، أي بلا أب وأم. ولهذا فعودة الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك كفيلة بإحباط هذه الخطط والمؤامرات الخيانية، وسيرفع علم كردستان بين يدي تمثال البيشمركة، وستتنعم روح مامريشا والدكتور نجم الدين كريم وآلاف الشهداء. فلو كان الوطنيون المخلصون الحقيقيون لا يريدون أن تصبح كركوك عفرين الثانية، فعليهم أن يلعبوا دورهم بشكل أكثر نشاطا وحيوية ويقطعوا الطريق أمام لعبة الخيانة هذه. فكركوك خط أحمر بالنسبة